الجزائر أنوان، قناتكم الأولى. الجزائر أنوان tv.com. مبادرة توعوية، والله يعطيكم الصحة وإن شاء الله تكون في الخير إن شاء الله. الله يوفقكم للخير إن شاء الله. تفضل. أكيد بن صادق عمر، رئيس مكتب تسيير السجل التجاري. هذه بدينا اليوم أول اليوم الأول من كي يقولها القافلة للسجل التجاري المتنقل. بدينا بالأسواق الجوارية بولاية عيدة، ورانا نديروا في حملة تحسيسية لكل التجار اللي مع غير المسجلين في السجل التجاري، يقوموا بالتجارة المتنقلة، أن يلتحقوا بالسجل التجاري لإتمام الإجراءات القانونية، وهذا بعد خاصة مع التسهيلات الجديدة التي أقر بها وزير التجارة، والتي هي أن كل تاجر متنقل يجي يتصل إلى السجل التجاري، يجي مع غير بطاقة التعريف ولا كيما نقولوا لا ريزيدونس، ويتحصل على السجل التجاري في اقل من نصف ساعه. نشكر قناه الشباب والعائله على التغطيه الاعلاميه هذه. نظم المركز الوطني للسجل التجاري القافله الوطنيه الخاصه بالنشاطات المتنقله، وهذه القافله تحت رعايه السيد وزير التجاره. الهدف منها اولا محاربه التجاره الموازيه، ثانيا وهي تقديم التسهيلات للمركز الوطني للسجل التجاري من اجل الانخراط فيه وتشجيع القيد، وإثراء مدونة وهذه بإثراء مدونة النشاطات الاقتصادية ب 120 قيد جديد، الذي لا تستلزم فقط تقديم الشاب أو المتعامل أو المواطن بطاقة تعريف من أجل الانخراط في السجل التجاري. وهذه القافلة سوف تمس جميع البلديات على مستوى سعيدة وعلى المستوى الوطني.